أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على اجتماع البرلمان خارج إطار المشروعية الدستورية من أجل شرعنة الانقلاب. إذن مشاهدينا، فشلت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في تأمين نصاب قانوني لجلسة مجلس النواب التي دعوا لها في مقر البرلمان بصنعاء، ولم تتمكن رئاسة المجلس المنتهية ولايته من تأمين النصاب القانوني الذي ينص عليه الدستور لانعقاد الجلسات والتصويت على القرارات. وفي نهاية الجلسة التي حضرها أقل من نصف أعضاء المجلس، أعلن رئيس البرلمان القيادي في حزب المخلوع اللواء يحيى الراعي تأييده لقرار تشكيل مجلس سياسي تابع للحوثيين والمخلوع صالح، وتم رفع الجلسة دون فتح باب للنقاش. هذا واعتبر الرئيس عبد ربه منصور هادي اجتماع مجلس النواب الذي دعت له ميليشيا الحوثي والمخلوع باطلا وخارج المشروعية الدستورية. كما أكد الرئيس هادي في رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة مجلس النواب أن الدعوة لانعقاد البرلمان باطلة وخارج المشروعية الدستورية، وما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية ولا يعمل به. وأعلن الرئيس هادي أن من حضروا هذه الجلسة التي دعت لها الميليشيا سيكونون تحت طائلة المساءلة الجنائية. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى ستظل الهيئات الدستورية ورقة تستخدمها الميليشيا في شرعنة مشاريعها اللادستورية؟ وما هي الرسالة التي أراد الانقلابيون وعلى رأسهم المخلوع صالح إيصالها من خلال هذه الجلسة التي حرض وحشد لها؟ وما أثر ذلك على الجهود السياسية القائمة من أجل حل سياسي لإنهاء الانقلاب والحرب؟ هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها في حلقة الليلة من زوايا الحدث، لكن مشاهدينا سنذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. محاولة جديدة لسرقة السلطة والعودة لكرسي الحكم من قبل المخلوع صالح، هذه المرة من شرفة مجلس النواب المنتهية ولايته منذ أكثر من 7 أعوام، المجلس الذي أعيدت له الحياة مرتين بعد وفاته الأولى عبر اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية في أواخر عام 2009، والمرة الثانية جاءت من بوابة المبادرة الخليجية عقب ثورة 11 من فبراير 2011، تحول لمجرد قفاز يرتديه المخلوع صالح ويلوح به كخيال المآتة في وجوه خصومه. استدعاء الحوثيين وصالح للبرلمان مؤشر على سعيهم الحثيث للحصول على شرعنة الانقلاب ورفع قميص عثمان الذي لطخته تلك الميليشيا بالدم منذ انقلاب 21 من سبتمبر 2014، وما تلاه من إعلان الميليشيا حل ذلك المجلس عقب الإعلان الدستوري الذي أصدرته ميليشيا الحوثي من القصر الجمهوري وتكليف القيادي في الميليشيا يحيى الحوثي بملف البرلمان حينها. اجتماع المجلس اليوم جاء فاقداً لكل ما تمت الدعوة إليه ابتداءً من قانونية الاجتماع ودستوريته، كونه محكوماً بالمبادرة الخليجية التي وافق البرلمان على تعليق الدستور اليمني لصالحها، مروراً بتعرض العشرات من أعضائه للملاحقة والمطاردة من قبل الميليشيا، وانقسام النخب الحزبية التابعة للمؤتمر الشعبي العام، ورفض عدد كبير من الكتل البرلمانية التابعة له بالعمل تحت مظلة الانقلاب. ظهر عدد من أعضاء المجلس في الاجتماع القصير مصابين بالكثير من البلاهة، وعدد منهم حضر محمولاً على كراسي الإعاقة وهم في حالة ذهول تام وعدم معرفة ماذا يدور حولهم. بخسارة معركة البرلمان اليوم، فقدت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح آخر ورقة كانت تلوح بها، وظهر مجلس النواب كجثة تستحق الدفن بشكل عاجل، كونه خالف بشكل صريح اليمين الدستوري الذي أقسم أعضاؤه عليه، وتحول لمجرد إحدى أدوات الفساد وشكل من أشكال الميليشيا. موقف الحكومة والرئيس هادي من البرلمان كان فيه الكثير من المبالغة بحسب المراقبين، خاصة وأن المؤشرات كانت تؤكد أن المجلس فقد فاعليته حين رفض الاستجابة لقرار انعقاده لمناقشة استقالة الحكومة والرئيس هادي مطلع عام 2015، ولم يصدر أي تعليق على قرار حله من قبل الميليشيا في فبراير من العام ذاته. فشل الاجتماع في تحقيق أي من أهدافه، وظهر البرلمان وأعضاؤه كمجرد عصا قصيرة في يد لم تكن يوما تراهم سوى كذلك، ولم تتبقى في جعبة الحاوي المزيد من الحيل ليشهرها في وجوه الناس.
سينضم إلينا مشاهدينا من الرياض وزير الشؤون القانونية دكتورة نهال العولقي، كما سينضم إلينا أيضا الآن عضو برلمان يعني الحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب. بداية نبدأ معك دكتورة نهال، مساء الخير. أهلا، مساء النور. يعني دكتورة نهال، اليوم عقدت جلسة لمجلس النواب التي دعا إليها الانقلابيون، ما تعليقكم حول هذه الجلسة؟ بالتأكيد هذه الدعوة صدرت من جهة فاقدة للشرعية، وهنا الجهة التي دعت إليها هي فاقدة للشرعية، وبالتالي انعقاد الجلسة نفسها أيضا لا يستند إلى أي مشروعية دستورية أو قانونية. نعم. فكما يعلم الجميع أن المبادرة الخليجية قد علقت العمل بدستور الجمهورية اليمنية، وإلا فيما أشارت إليه صراحة من نصوصه وأحكامه، خاصة ما يتعلق باختصاصات ومهام السلطة التنفيذية. أما غير ذلك فهو محكوم بالمبادرة الخليجية، وبالأخص مجلس النواب يعلم الجميع أنه قد تحول بموجب هذه المبادرة إلى ما يشبه المجلس الوطني الذي يقر القوانين والتشريعات بناء على آلية التوافق السياسي. نعم. لتنفيذ متطلبات وضمانات المرحلة الانتقالية فقط، فكانت مهامه محصورة وواضحة خلال المرحلة الانتقالية، وأيضا كل قراراته مبنية على التوافق السياسي. نعم. إذا كتلة واحدة في البرلمان اعترضت، نعم، ولم يحظى هذا القرار بالإجماع وبالتوافق، فيكون محل خلاف، وحينها يرفع إلى رئيس الجمهورية الذي يفصل فيه بقرار نهائي. طبعا هذه الخطوات كلها تأتي في إطار البحث عن شرعية تفقدها ميليشيا الانقلاب، ميليشيا صالح الثوفي، خاصة بعد فشل كل المحاولات التي قاموا بها خلال مشاورات الكويت لأكثر من 3 أشهر. نعم. نحن نعلم أن طوال هذه الفترة وهم يبحثون عن موافقة للحصول على شراكة فيما يسمى بحكومة توافق أو حكومة وحدة وطنية، قبل الحديث عن بدء الانسحابات وتسليم السلاح وإنهاء مظاهر الانقلاب ومعالجة كل الاختلالات والآثار المترتبة عنه. نعم. فعندما فشل هذا الطريق اختار صالح والحوثي طريق التصعيد، أولا بإعلان المجلس السياسي والذي هو جسم غريب عن منظومة الحكم في اليمن، لا يستند لأي أساس دستوري، لا من دستور الجمهورية اليمنية ولا مبادرة، نعم، خليجية، فهو فاقد للمشروعية تماما. نعم. ومن ثم هذه الدعوة، يعني التحضير للتواصل مع أعضاء البرلمان والدعوة اليوم لعقد جلسة مجلس النواب. نعم، لكن دكتورة، نعم، طالما وهذه الميليشيا تستخدم هذا المجلس كورقة لشرعنة مشاريعها، يعني هل يعني الرئيس هذه يمتلك القدرة على حل هذا البرلمان؟ طبعا أنا كما قلت لك أن مهام البرلمان وآلية العمل فيه قد يعني وضحت تماما في المبادرة الخليجية، ونحن نعلم أن الصالح هو لا يعترف بالمبادرة الخليجية، وينقلب على السلطة الشرعية وعلى المرجعيات، وحتى دستور الجمهورية اليمنية هو أيضا يطوعه لما فيه مصلحته، فتارة يستند إليه وتارة أخرى يخرقه تماما. فمثلا ما سميه بالمجلس السياسي لا سند له لا من دستور ولا من مبادرة خليجية، فهو هنا يعني مد سلطة من كيان، كما قلت، كيان غير شرعي، ويريد لمؤسسة دستورية شرعية أن تعطي لهذا الكيان غير الشرعي يعني شرعية ومصداقية. نعم. هو حسب المبادرة، وكما تحدثتي أن وهو نعم. يدل على التخبط، يعني يدل على تخبطهم، تخبط ردود أفعالهم إزاء التطورات العسكرية وإزاء الموقف الدولي أيضا الجامع على دعم الحكومة الشرعية وعلى نعم. كل الخطوات يعني نعم دكتورة التي تقوم بها. نعم دكتورة، لكن هو أنت تحدثت أيضا يعني على أن يعني المبادرة الخليجية هي قد يعني هذا المجلس يعتبر باطلا وفقا للمبادرة، ولكن لماذا لا يعزز الرئيس هادي بقرار بتجميد هذه المؤسسة التي يستخدمونها لشرعنة مشاريعهم؟ بحسب أولا المبادرة الخليجية هي التي أعطت استمرارية لمجلس النواب الذي كان يعني بالأصل انتهت مدته،
فهو الآن يعمل يعني هو حياته ومبررات بقائه من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. نعم. أيضا إذا ما إلى نصوص الدستور الجمهورية اليمنية نلاحظ أن مجلس النواب حله يتطلب مجموعة من الشروط، أولها لا يحل البرلمان إلا باستفتاء شعبي عام وخلال 60 يوما، يدعو الرئيس رئيس الجمهورية إلى انتخابات نيابية، وإذا لم يتمكن يعني لم تتوفر كل هذه الشروط يصبح مجلس النواب منعقدا بحكم الدستور. هذا في حال هناك شروط أخرى أيضا تجيز لرئيس الجمهورية حل البرلمان في حالة ما إذا حجب الثقة عن الحكومة لأكثر من مرتين في سنتين متتاليتين. يعني هناك المجموعة من الشروط أصلاً. نعم دكتورة، سنناقش معك الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها تجاه هذا البرلمان، ولكن سنشرك معنا بالحديث الآن العضو البرلماني عن الحزب الاشتراكي دكتور عيدروس النقيب. دكتور مساء الخير. أهلا مساء النور يا مرحبا. يعني دكتور بداية، كيف تنظرون إلى استخدام ميليشيا الحوثي والمخلوع البرلمان كورقة لشرعنة انقلابها في هذه المرحلة؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الكرام. يعني الحقيقة أنا مرارا تكلمت عن هذه النقطة وقلنا يجب أن ننظر إلى الموضوع من زاويتين، في زاوية شكلية صرفة تتعلق بقانونية ومشروعية وأهلية هذا المجلس للاستمرار. نعم. والجوانب الإحصائية المتعلقة بالدعوة والتنظيم والحضور والأغلبية والأغلبية الخاصة والأغلبية المطلقة وإلى آخره. أنا شاهدت عن بعد، للأسف الشديد لم أتمكن من مشاهدة الجلسة لأنه قيل أنها استمرت أقل من ساعة، وكنت أتوقع هذا لأنني أعرف المجلس عن كثب وعن قرب. ممكن. نعم. أن يجتمع ب 25 عضو ويقال حصل المشروع على الأغلبية المطلوبة، هذا دائما كان يحصل في كل جلساتنا. لاحظت أمرين، الأمر الأول وجود عضو في هيئة الرئاسة هو قد سقطت عضويته عندما عين محافظا للحديدة. نعم. مجلس النواب ليس دكانا حتى يذهب الواحد ويرجع إليه متى ما شاء. نعم. الزميل العزيز الذي أحترمه الزميل أكرم عطية لم يعد عضوا في مجلس النواب، كيف عاد إلى هيئة رئاسة مجلس النواب؟ ثانيا الدعوة لمجلس النواب يفترض أن تتم من 3 جهات، أما من رئيس الجمهورية وإما من 3 من 3 الأعضاء وإما من هيئة رئاسة مجلس النواب. لم توجه جهة من هذه 3 دعوة لمجلس النواب، شكليا هذه الدعوة باطلة. نعم دكتور، أيضا كان لافتا ظهور شخصيات برلمانية من عدن ومن الحديدة أيضا ليست محسوبة على حزب المخلوع ولا على الحوثيين، ما سر استخدام مثل هذه الشخصيات مع أن تحالف الانقلاب دمر دوائرها الانتخابية وزرع العنف في محافظاتهم؟ الحقيقة أنا كنت واصل لهذه النقطة، أنني أستغرب يعني أن تحضر شخصيات ناخبوها ما يزالون يعانون من الجوع والقهر والظلم والهتك والمطاردة والملاحقة، إما تحت سيطرة وسطوة اللجان الحوثية وإما تحت الدمار الذي تركته المخلفات. إنني أستغرب أن يحضر عضو محترم مثل الدكتور عبد الباري دغيش الذي دائرته الانتخابية في دار سعد تحولت إلى سكنة للجماعات الإرهابية التي مولها صالح والحوثي. نعم. ثم يحضر هذا الجلسة. أستغرب أن يحضر واحد زميل محترم زي الزميل حسن سود هفج من أبناء حجة ويحضر ودائرة الانتخابية تحت ضربات الميليشيات الحوثية والمعروف برفضه لسياسات الرئيس علي عبد الله صالح. نعم. ومثلهم العشرات. أتوقع أن هؤلاء أما جيء بهم بالقوة والإكراه أو أنهم للأسف باعوا مواقفهم، وأتمنى أن يكون هذا الافتراض غير وارد. نعم دكتور. النقطة الثالثة. نعم تفضل. النقطة الثالثة، لقد لاحظت غياب عشرات من البرلمانيين المحسوبين على علي عبد الله صالح، ولهؤلاء وللذين قطعوا جلسات وكان بإمكانهم الحضور أتوجه بالتحية والاحترام وأقول للبقية لقد خذلتم ناخبيكم، إنني أنتظر منكم اعتذارا لناخبيكم وأتمنى إلا تواصلوا السير في هذا المشوار الخاطئ. نعم. لأنكم بذلك تبيعون أنفسكم وكرامتكم البرلمانية والشرف الذي منحكم إياه الانتخابيون. نعم. الناخبون.
نعم، إذن دكتور تكرم بالبقاء معنا. نعود إلى ضيفنا وزيرة أو وزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي. دكتورة، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الحد من استخدام هذه المؤسسات الدستورية للبلاد في عمل ضد الشعب وضد الشرعية؟ طبعا من المؤسف أن الأعضاء الذين ذهبوا اليوم هم قد اصطفوا إلى جانب الميليشيا الحوثي وصالح، وهذا أمر فعلا مخزي. البعض منهم قد يكون مثلا تمت إغراءه أو إغواءه، والبعض الآخر تحت تهديد السلاح. لا نعلم تحديدا، ولكن هم جعلوا أنفسهم في محل مساءلة. هذا تأييد واضح من قبلهم للميليشيا الحوثي، لسلطة انقلاب فاقدة لكل شرعية، تأييد لميليشيا قتلت الشعب اليمني ودمرت البلاد. نعم. وهذا أمر مستغرب، وهم كما قلت قد أفرزوا أنفسهم وصفوا أنفسهم في هذا المصاف. وبالتأكيد الحكومة الشرعية قد وجه اليوم رئيس الجمهورية خطابا حذر فيه هؤلاء أعضاء مجلس النواب من التماهي مع هذه الأوهام التي يسوقها صالح والحوثي. ولكن مع الأسف المؤسسة التشريعية البرلمان سيظل مؤسسة دستورية في خدمة الشعب ومتطلبات. نعم. المرحلة نعم دكتورة، هل من إجراءات قانونية سنشهدها فيما يتعلق بهذه المؤسسة؟ من عناصره لا يحسب على هذه المؤسسة الدستورية، وإنما هي تصرفات فردية يتحملون هم مسؤوليتها. نعم. ولكن دكتورة، هل من إجراءات عملية سنشهدها خلال هذه الفترة فيما يتعلق بهذه المؤسسة؟ بالتأكيد العمل جاري في إطار الحكومة لتفعيل هذه المؤسسة، وكذلك لتفعيل السلطتين التشريعية والقضائية في المناطق المحررة بإذن الله. نعم. ولكن لماذا لا يدعو الرئيس هادي لعقد جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب في إحدى المدن المحررة بما يضمن استكمال العملية السياسية؟ نعم، كما قلت لك هناك العمل يجري في هذا الصدد، وتجري التحضيرات لذلك. ولكن كما تعلمون هناك الظروف الأمنية غير المستقرة في الكثير من المناطق، وأيضا وجود الحكومة في الخارج والصعوبات المالية وكلها والاقتصادية كذلك، كلها تلقي بظلالها تعرقل من إنجاز هذه الخطوات من الوصول. نعم. إلى هذه النتائج المرجوة. ولكن نعم، إذن كما قلت العمل جاري في هذا الإطار. نعم. وإن شاء الله سيشهد الشعب خلال الأيام القادمة تطورات في مسألة تعزيز عمل المؤسستين التشريعية والقضائية. نعم، أشكرك الدكتورة نهال العولقي وزير الشؤون القانونية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. نعود لضيفنا الآخر الدكتور عيدروس النقيب. دكتور، كان واضحا من خلال وقائع الجلسة أنه لم يعلن عن العدد الحقيقي للحاضرين من النواب، ولا تتفق مدة الجلسة القصيرة مع الطبيعة الاستثنائية لها، وأيضا اكتفى يحيى الراعي بالقول أن الحاضرين أكثر من المتوقع. على ماذا يدل هذا الأمر؟ أنت ذكرتني بالجلسات التي كانت تعقد ب 25 عضو وتوافق على مشروع قانون. نعم. أو توافق على قرض بمئات الملايين من الدولارات التي كانت تذهب إلى جيوب الفاسدين. هذا أمر متوقع ومتعارف عليه في البرلمان اليمني. كنا نصرخ بحت أصواتنا ونحن نقول اعرضوا عدد الأصوات المصوتين والرافضين، وفي الغالب كان الرافضون هم الأقلية، لكن حتى هذه الأقلية استكثروا أن يقولوا أن عدد المعترضين 7 من 25 مثلا. نعم. لأنهم لا يريدون أن يعلنوا العدد الحقيقي، ولذلك كل ما حاضر مجلس النواب كانت يشار إليها وحصل المشروع على الأغلبية المطلوبة. الأغلبية المطلوبة ماذا؟ كم عددها في اللائحة البرلمانية؟ الأغلبية الخاصة يجب أن تكون أكثر من 151 عضوا، والأغلبية المطلقة العادية للجلسات يجب أن لا تقل عن نسبة حضور
75 عضو وهو عدد مؤسف يعني، لكن معناه ان الاغلبيه يجب الا تكون لا تقل عن 35 عضو. اذا كان العدد الحاضرين فقط 75 عضوا في الاجتماع نعم. العادي، لكن اخواننا حتى هذا الارقام يستكثروها ويكتفون بالعبارات المطاطه الهلاميه، الموافقين برفع اليد في لحظه مما يسمونه الاخوان الاصطناعنا بالهوشليه نعم. فلا تدري اين الصواب واين الخطا، وفي الغالب يتخفى الخطا تحت هذه الهوشليه. نعم دكتور، في اطار تحالف الانقلابيين، الا تشير هذه الخطوه الى تراجع قوات او قوه الحوثيين والتنازل لحليفهم المخلوع بعض الشيء بعد ان كانوا يسعون لحل المجلس في وقت سابق؟ في هذه الجزئيه يمكن ان ننظر الى 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 لها من زاويتين. الزاويه الاولى انه هذا التحالف هو تحالف غير شريف، يعني اعاد ترتيب توزيع النصيب كما اسوي، اعاد النظر في تقاسم الكعكة بين طرفين. نعم. كان صالح وميليشياته يتخفون خلف الحوثيين وكانوا كذبانين ان كل الاخطاء تنسب للحوثيين، وقالها مرارا انا لا اقاتل الذين يقاتلون انصار الله لكنني اؤيدهم. الاتفاق على المجلس السياسي هو يمثل اعلان يعني انتقال من المشاركه غير العلنيه اللي كانت معروفه للجميع الى المشاركه المعلنه في سياسات الحوثيين، هذا من زاويه. فهو بالنسبه للحوثيين مكسب من ناحيه لانه يجعل صالح شريكا بالجرائم باعترافه، لكنه من زاويه اخرى يبرهن او ربما يشير الى ان الحوثيين ادركوا انهم لا يستطيعون يديروا دوله، وان صالح يمتلك من الخبرات والقدرات التي تساعده على إعادة التوضع وإعادة صياغة البنية أو يعني اللعب بالأوراق السياسية المختلفة، وهذا نوع من التكامل بين إبليس والشيطان. يعني نعم. لا فرق بين أن يتصدى المشهد الحوثي وحده أو صالح وحده أو هما الاثنان معا، لأن القضية في الأخير هي طرفان انقلابيان أعاد ترتيب الأوراق فيما بينهما. نعم. أعتقد أن الأيام القادمة ستحمل مجموعة من المفاجآت تتوقف على أولا قدرة قوات التحالف وقدرة أنصار الرئيس هادي بتحقيق انتصارات على الصعيد الميداني في جبهة المواجهة. هناك نعم. منطقة مواجهة أخرى للأسف الشديد السلطة الشرعية، وكنت لو أتمنى لو أن الأخت الوزيرة معنا لتستمع ما سأقوله، يستطيع الأخوة الأنصار الشرعية أن يحققوا انتصارات في منطقة غير عسكرية وبلا رصاص، وهي تفعيل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة وتقديم النموذج الذي يغري الأخوة في المناطق الواقعة تحت احتلال الحوثيين إلى أن ينصروا الشرعية. لا أدري لماذا تتنكف الشرعية عن الاهتمام بهذه الجبهة وتطبيع الحياة الأمنية والخدماتية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين في المناطق المحررة، لأن هذه نقطة تفوق لا يستطيع الحوثيون أن ينافسوا الانقلابيون أن ينافسوا فيها الصبة. نعم، أشكرك الدكتور عيدروس النقيب العضو البرلماني عن الحزب الاشتراكي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف. ينضم لنا الآن فضل الأبارة عضو برلماني عن حزب التجمع، أو مفضل الأبارة عضو عن حزب التجمع اليمني للإصلاح. سيد مفضل مساء الخير. مساء النور لك ولمشاهديك الكرام أخي الكريم. أهلا بك. يعني سيد مفضل، لعلك تابعت وقائع الجلسة البرلمانية التي حشد لها الانقلابيون في صنعاء، كيف وجدت هذه الجلسة التي لم يكتمل نصابها، وما هي ملاحظاتك التي سجلتها؟ أخي الكريم، رغم كل ما بذل الانقلابيون من جهود ومن إمكانات ومن تهديد ومن وعيد ومن ترغيب، مع ذلك كانت الجلسة باهتة وكان الحضور مذلا ومهينا في حقهم. يعني تصور أن بعضهم جاءوا محمولين على الأكتاف، يعني مرضى حتى من الناحية الإنسانية لم يراعوا المرضى الذين كانوا على الأسرة في المستشفيات، حملوهم على الأكتاف إلى الجلسة مرغمين. نعم. بعض الزملاء تواصلنا معهم قبل عدة ليالي ووعدونا أنهم لن يحضروا الجلسة، ف
ثم بالامس يكتبون رسائل اعتذار ويقولون عفوا نحن تحت التهديد مضطرون للحضور لان الجماعه هددونا حتى بالتصفيه الجسديه. ومع ذلك كان الحضور دون المستوى المأمول الذي يأمله صالح ويأمله الانقلابيون. وبغض النظر عن العدد رغم انه لا يعني لم يصل حتى الى 100 في تقديري وهو اقل من النصاب المطلوب بكثير، بغض النظر عن العدد هذه الجلسه لا مشروعيه لها من اي ناحيه، فهي يعني اريد لها ان تؤيد علاقه او مولود لعلاقه آثمة بين طرفين غير مشروعين يعني غير شرعيين وهم الطرفان الانقلابيه. اريد لهذه الجلسه ان تصادق على هذه العلاقه المشؤومه وعلى المولود الناتج عن هذه العلاقه المحرمه والآثمه بين صالح والحوثيين وهو المجلس السياسي. ومع ذلك سيد مفضل يعني كان ايضا لافتا يعني لعل اللي نعم سيد مفضل ولو قاطعتك يعني نعم كان هناك كان لافتا ظهور شخصيات برلمانيه من عدن والحديده ليست محسوبه على حزب المخلوع ولا على الحوثيين، ما سر استخدام مثل هذه الشخصيات مع ان الانقلاب دمر دوائرها الانتخابيه وايضا زرع العنف على محافظاتهم؟ بالحقيقه يعني لا ندري ما يعني ما هو السر لحضورها، هل هناك اكراه، هل هناك عمليه اكراه وتهديد؟ وربما انا لا استبعد ان يكون بعضهم خطفوا الى البرلمان خطفا، يعني لقد لاحظنا وجود اعداد مهوله من المسلحين في ساحه مجلس النواب بل حتى في شرفه مجلس النواب في داخله اثناء انعقاد الجلسه. وبالتالي لا استبعد ان يكونوا تعرضوا لعمليات ترهيب كبيره جدا، لأن هنالك من الزملاء من كنا نعتقد أنهم لهم موقف لن يخونوا ناخبيهم ولن يخذلوهم ولن يخونوا القسم والعهد الذي أقسموه على أنفسهم ولن يخونوا دماء الشهداء التي سفكت في اليمن لمواجهة هؤلاء الانقلابيين. وبالتالي أنا أستغرب جدا من موقفهم ومن حضورهم، ودوائرهم هي التي تعرضت للتدمير وأبناء دوائرهم يرفضون كليا هذا الحضور ويتساءلون معنا ما سر هذا الحضور. أنا أتوقع أنهم فعلا تعرضوا لتهديد كبير، لأني أستبعد مثل هؤلاء أن يكونوا باعوا شرفهم ومبادئهم من أجل الإغراءات فقط. نعم سيد مفضل، هل هناك شخصيات وزملاء لكم تتواصلون معهم في الداخل وكانوا حاضرين في هذه الجلسة؟ نعم تواصلنا مع كثير كما قلنا لك، وبعضهم وعدونا ألا يحضروا بالأمس، البعض منهم قالوا نحن مضطرون نأسف لوعدنا السابق لكم، نحن مضطرون للحضور لأننا تعرضنا لتهديد كبير، إذا لم نحضر حددنا حتى بالتصفية الجسدية، وحضروا للأسف مرغمين ولا نريد أن نعلن أسماء حتى لا نسبب لهم مزيدا من الأذى. نعم إذا أشكرك. هؤلاء كما قلت لك الكريم يعني هذا الحلف للأسف الشديد يريد أن يبحث عن 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 ريحة مشروعية بأي ثمن من الأثمان، يعني هو يشعر أنه تعرف أنت في البداية أن ما يسمى باللجنة الثورية حلت البرلمان ثم عادوا فأحيوه من جديد اليوم ليتلمسوا أو يتمسحوا فيه بشيء من الشرعية، لكن كل الإجراءات التي تمت باطلة، ورسالة الأخ رئيس الجمهورية كانت واضحة وكافية تستند على المبادرة الخليجية التي مددت لهذا البرلمان وأعطته مهام محددة لا يمكن أن يخرج عنها، هذه المهام تتعلق بالإجراءات المتعلقة بإتمام فقط مهام المرحلة الانتقالية وليس له أي مهام أخرى غير ذلك، وهذه المهام أيضا تتم بالتوافق بين هيئة رئاسته من جهة وبين أعضاء الكتل البرلمانية من جهة أخرى، يعني لو أن كتلة واحدة فقط من كتل البرلمان عدد أعضائها اثنان فقط أو واحد اعترضت على ما يجري في البرلمان فإن أعمال البرلمان لا تتم وترفع ويرفع هذا الموضوع الذي مختلف فيه إلى الأخ رئيس الجمهورية. تلاحظ أنهم اليوم لم يذكروا رئيس الجمهورية ولا موقعه لا من قريب ولا من بعيد لأنهم يشعرون أنهم يعملون شيئا مخالفا للدستور والقانون، وكلفتت الجلسة بطريقة مهرجانية فقط من أجل أن يقولوا أننا حضرنا وأننا أيدنا وأن يتمسحوا بما يعتقدون أنه شيء من المشروعية، وهذا خطأ لأنه لا يمكن أن تمنح المشروعية إلا بالطريقة الصحيحة الموافقة للدستور والقانون وللمبادرة الخليجية التي تحكم هذه الفترة والتي أصبحت حاكمة حتى على مواد الدستور اليمني. نعم أشكرك. نقول هؤلاء فقط الذين حضروا للأسف الشديد عرضوا أنفسهم للأسف الشديد ووضعوا أنفسهم في موضع المشاركة والمساهمة الفاعلة في خدمة الانقلاب وفي خدمة الانقلابيين. نعم أشكرك مفضل الأبارة العضو البرلماني عن التجمع اليمني للإصلاح، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا بهذا القدر نكون وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث.
في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي وزير الشؤون القانونية دكتورة نهال العولقي، وأيضا العضو البرلماني عن الحزب الاشتراكي دكتور عيدروس النقيب، وكما أشكر مفضل الأبارة عضو برلماني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، كان معنا عبر الهاتف من الرياض. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد البرنامج الزميل محمد القاسم، وأيضا هي من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.